أكدت الحكومة أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين تواصل العمل على دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندا المنشاوي. وأضافت المنشاوي أنه تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين بعنوان البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، والتي تم تطويرها بواسطة الوحدة لوضع حلول ملائمة لمشكلات المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص. البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، منصة لتلقي شكاوى المستثمرين والتواصل معهم لوضع حلول ملائمة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، تم تطويرها بواسطة الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين. تضم البوابة عدد من المكونات تشتمل على تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، أخبار وأنشطة الوحدة المهمة للمستثمرين، لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل. يتم تلقي شكاوى المستثمرين من خلال البوابة على الرابط التالي www.invest.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمركز الاتصال 16035، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو عبر البريد الإلكتروني info@invest.shakwa.eg، وكذلك الشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المستثمرين بالجهات والهيئات الحكومية. تتمتع البوابة بالعديد من المميزات: سهولة تسجيل المستثمر للشكوى وإمكانية متابعة إجراءات حل الشكوى على مدار 24 ساعة. البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، سرعة، كفاءة، تبسيط إجراءات، انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر. يمكنكم زيارة البوابة عبر الرابط التالي www.invest.shakwa.eg. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية التعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9969 نقطة، وأغلق عند 9866 نقطة، منخفضا بنسبة 1.4%. وقد فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1870 نقطة، وحقق قيمة أعلى وصلت ل 1879 نقطة، متراجعا أيضا بنسبة 7.8%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2760 نقطة، ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، منخفضا بنسبة 79%. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 18 جنيها و70 قرشا للشراء و18 جنيها و81 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيه و42 قرشا للشراء و19 جنيه و54 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و69 قرشا للشراء و22 جنيه و83 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع.